يقدم مستشفى تداوي التخصصي محاضرات تعريفية مجانية لكل حامل تنتظر مولوداً. تضم هذه المحاضرة شرحاً تفصيلياً من بداية الحمل حتى يصبح طفلك بين يديك. سنطلعك سيدتي على كيفية العناية بغذائك ونمو طفلك خلال فترة الحمل وما بعد الولادة. سنجيب على كل أسئلتك بما يتعلق بعلامات اقتراب الولادة، الولادة بدون ألم، تحضير مستلزمات الأم والطفل، الرضاعة الطبيعية وأهميتها، وأيضاً الاعتناء بمولودك الجديد، بالإضافة إلى مهارات التنفس والتمارين الرياضية لازمة لكل مرحلة. لحجز مقاعدكم اتصلوا بنا على هذا الرقم